مع حضراتكم لمبادرة سينما الشعب اللي بتشرف عليها وزارة الثقافة عشان توصل الفن والثقافة لكل مكان في مصر. كان من نتاج هذه المبادرة افتتاح سينما هيبس في الوادي الجديد بعد تطويرها. سينما كانت مغلقة بقالها سنين كتيرة جدا، يمكن أكتر من 25 سنة، وبدأت تعرض أفلامها مرة تانية من أول أيام عيد الأضحى المبارك. بعد توقف دام أكثر من 20 عاماً، شهدت سينما هيبس بمدينة الخرجة في محافظة الوادي الجديد انطلاق أول عرض بعد تطويرها وإعادة افتتاحها. أعمال التجديد والتطوير تم تنفيذها بتكلفة بلغت حوالي 23 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة وزارة الثقافة لفتح أفاق ترفيهية جديدة من خلال دور العرض السينمائي التابع لهيئة قصور الثقافة ومشروع سينما الشعب مع دعم صناعة السينما. سينما هيبس تضم مسرحاً كبيراً مجهزاً للعرض السينمائي وستة مكاتب إدارية وقاعة كبار زوار وبلكونة عرض، وتم تجهيز السينما بوحدة عرض متطورة وتقنيات فنية وإضاءة وتجهيزات عصرية. وبدأت عروض الأفلام مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويتم بيع التذاكر في شباك الحجز بأسعار رمزية تتناسب مع كافة الفئات، وذلك تنفيذاً لخطة وزارة الثقافة للتيسير على المواطن.